الدكتور إبراهيم جعفري يدعو الأمم المتحدة للإسهام بضمان سير العملية الانتخابية دون فروق، ويشدد على أهمية المشاركة بالانتخابات. رشحوا تيار الإصلاح الوطني يواصلون جولاتهم الميدانية، والأهالي يعبرون عن تأييدهم ببرنامجهم الانتخابي. الكشف عن ضغوط تمارس على هيئة المساءلة والعدالة لإدخال عشرات البعثيين في السباق الانتخابي. وفي المثنى، قضاء الرميثة يشكو الإهمال ويعاني سوء الخدمات وسط مطالبات بضرورة إنهاء معاناة مواطنين. أهلا بكم. دعا الدكتور إبراهيم جعفري وزير الخارجية الأمم المتحدة إلى الضلوع بدور يضمن سير العملية الانتخابية بلا خروقات أو عراقيل. الدكتور جعفري خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق يان كوبيتش أكد على أهمية مشاركة الشعب بقوة في الانتخابات، معتبرا عملية الاقتراع الطريقة الوحيدة للانتقال إلى حال أفضل، وأضاف أن الأمم المتحدة استطاعت إظهار وجهها المشرق في التاريخ الحديث عبر دعمها للعراق. من جانبه أبدى كوبيتش استعداد بعثة يونامي لمساندة العراق من أجل إنجاح الموسم الانتخابي المقبل. ضمن سعيه الحثيث لمتابعة مشاكل المواطنين، التقى مرشح تيار الإصلاح الوطني في ائتلاف النصر صباح الساعدي أهالي قضاء المشرح، مؤكدا أنه سيكون عونا لهم خلال المرحلة المقبلة. دعم كبير من قبل الأهالي في ناحية المشرح التابعة إلى محافظة ميسان لمرشح تيار الإصلاح الوطني ضمن تحالف النصر الشيخ صباح الساعدي، والذي حيى هذه الوقفة المشرفة للجماهير معاهدا إياهم بأن يكون الصوت المدافع عن جميع حقوقهم في مجلس النواب القادم. الثقة والدعم الكبير من قبل أهالي المشرح، اليوم حضورنا تشرفنا بهذا الحضور الذي ضم شخصيات من أهالي المشرح، هذه الناحية المقاتلة المجاهدة التي أعطت الدماء والتضحيات والتي فيها كوادر مثقفة وأبناء عشائر، دعمهم اللامحدود لنا وثقتهم سوف تجعلنا مدافعين عنهم، وهذا دين في رقابنا سندفعه لهم إن شاء الله في المرحلة القادمة، سنكون لهم صوتا وأخا مدافعا عنهم وعن قضاياهم. شيوخ عشائر ووجهاء في ناحية المشرح أشاروا إلى أن دعمهم وتأييدهم للمرشح صباح الساعدي في الانتخابات القادمة نابع من ثقتهم بشخصه في تمثيل أبناء المحافظة تحت قبة البرلمان القادم. نرى فيه مصلحة بلد، وبالنسبة للعطاء جناب الشيخ معطاء في كل شيء، رجل كريم في بيته ومع ناسه وتواصله مع أهله وجماهير المحافظة بكافة شرائحهم، وإحنا إن شاء الله جميعا داعمين إليه ونتمنى له كل التوفيق والموفقية بالفترة القادمة. الشيخ صباح الساعدي اللي هو رجل من واقع هاي المحافظة، والرجل متواصل ويا أبناء المحافظة في السراء والضراء، وإحنا مشكورين من عده وندعمه إن شاء الله بأصواتنا وبأنفسنا، وإحنا اعتبار هاي القعدة بيعة للشيخ صباح بالنسبة لعشيرة العبيات. ويحمل مرشح تيار الإصلاح الوطني ضمن ائتلاف النصر التسلسل رقم 3 في محافظة ميسان، ويعد من أبرز المرشحين للانتخابات القادمة. من ميسان، أحمد السدخان، قناة بلادي. للوقوف على احتياجات محافظة الأنبار، زار رئيس الوزراء وائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي المحافظة
وثمن موقف العشائر في مساندة القوات الأمنية في تحرير المحافظة. من جانبهم أكد شيوخ العشائر دعمهم وتأييدهم لائتلاف النصر. للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي، زار رئيس الوزراء حيدر العبادي محافظة الأنبار، والتقى القادة الأمنيين وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر للوقوف على احتياجات المحافظة، فضلا عن دعم ممثلي الأنبار في ائتلاف النصر الذي يلاقي إقبالا وتأييدا جماهيريا كبيرا في المحافظة. أحييكم وأحيي تلك الوقفة الوطنية للعشائر في تلاحمهم مع القوات الأمنية التي جاءت من مختلف المحافظات العراقية من أجل تحرير هذه المحافظة وتحرير أهلها من البطش الداعشي، فتلاحمت جهودهم واختلطت دماؤهم وتضحياتهم من أجل تحقيق هذا النصر، وهذا النصر الكبير الذي تحقق بجهود هؤلاء الأبطال الذين أسميناهم صناع النصر. هؤلاء بتضحياتهم وبجهودهم وبدمائهم حققوا النصر لجميع العراقيين، وحققوا هذا النصر الكبير بالقضاء على داعش وأتباع داعش. شيوخ العشائر أكدوا أن ائتلاف النصر يمثل أهالي الأنبار بجميع مكوناتهم وشرائحهم بعد هبوط أسهم الأحزاب والكتل التي كانت سببا في دمار وخراب المحافظة وإخفاقهم في تحقيق طموحاتهم. عشائر الأنبار تنظر لهذه الزيارة بكل سرور وأمل لمستقبل مشرق إن شاء الله للأنبار والعراق جميعا، مستقبل يعني لحكومة أغلبية سياسية من خلال فوز قائمة النصر بالمركز الأول في محافظة الأنبار، وهذا ما نأمله في بقية محافظات العراق إن شاء الله. حظوظ حقيقة الآن هو التكتل الوحيد اللي يحظى بثقة الشعب في الأنبار من خلال صدق القول والفعل، وبالتالي أكثرية الكتل اللي موجودة هي متهمة بجلب داعش والترويج لداعش وتضليل المجتمع. نعتقد مجتمع الأنبار سوف يعاقب تلك الكتل السياسية من خلال صندوق الاقتراعات. هذه مبادرة تستحق التقدير والاحترام من رئيس وزراء العراق يزور المحافظة في هذا الظرف، لأن المحافظة كانت مهجورة ومهجرة ومهجرين أهلها وعادوا، وبعد عودتهم لأول التفاتة كانت من رئيس الوزراء هي زيارات المحافظة. يترقب أهالي الأنبار يوم 12 من آيار المقبل بشغف للتخلص من الأحزاب والشخصيات التي دعمت الإرهاب وساهمت في توسيع جراحهم عن طريق صناديق الاقتراع واختيار شخصيات قادرة على الوصول بالمحافظة إلى بر الأمان. من الأنبار سعد الحاج، بلاد الفضائية. ضمن مساعيه الإصلاحية، قدم ائتلاف النصر كثيرا من الوجوه الجديدة من أصحاب الكفاءات للمشاركة بالانتخابات المقبلة على أمل إحداث التغيير السياسي المشهود. فقر مدقع وفساد فاحش ودمار شامل لاح مجالات عدة لها صلة وثيقة بحياة العراقي، وهذا ما أوصله إلى حالة عدم الاستقرار وغياب الطمأنينة، واليوم بات التغيير حلم جميع شرائح المجتمع، وعليه الشارع العراقي على موعد مع العرس الانتخابي لتفويت الفرصة على من يريد الإطاحة بالبلاد. حققونا لبانا اللي ريدنا، لأن احنا تعبنا صراحة، يعني كل ما ننتخبهم نفسهم ماكو تغيير، هذا الرصيف ما يبلدونه ولا يغيرونه، وهي والفقر هو متسولين بالشوارع، ولا كنا بلد متطور وحضارة. أحنا بالتغيير؟ إيه نعم إن شاء الله، ويرجع العراق أفضل وأفضل وأحسن من الأول، قوة الله وأهل البيت بوجود هاي الناس الطيبة والخيرين. مراكز تحديث السجلات بكثافة للشعب العراقي، انتخاب الوجوه الجديدة التي يتأملون من خلالها حقق الرقي بالمستوى السياسي الذي يلبي الطموح للشارع العراقي. حقا اليوم اكو كتل سياسية كبيرة اليوم منضوية الى الشارع العراقي، كتل سياسية معروفة كبيرة، لكن استقطبت هذه الوجوه الشابة لحقق ان تطمح بمستويات عالية قد تصعد بها للبرلمان وتخدم الشعب العراقي في الايام المقبلة. الوجوه الجديدة المرشحة للانتخابات تبشر بخير قادم، خصوصا انها من اصحاب الكفاءات والخبرات
والتي من الممكن أن تستثمر في التخطيط الاستراتيجي للنهوض بواقع المواطن والبلاد، فهي كلها أمل بالتغيير لأنها توحدت مع المواطن في الرؤى واستطاعت إقناع العازفين عن الانتخابات بالمشاركة. بالنسبة لائتلاف النصر، أنا ألاحظ بصراحة عندما أتجول من خلال الحملة الانتخابية أرى إقبال على ائتلاف النصر، لأن بصراحة مو أني أدافع عن البرنامج الانتخابي، لكن برنامج الانتخابي هو ليس وليدة عهد وليد الساعة، إنما هو يعني لمشكلات في المجتمع العراقي. الآن نبدأ صفحة جديدة بالإعمار والبناء، وهذا يحتاج إلى وضع خطط واستراتيجيات معينة، وهذا بصراحة هو ضمن برنامج ائتلاف النصر. إحداث التغيير هو ما يصبو إليه المواطن العراقي من خلال الانتخابات القادمة من أجل القضاء على كل تلك المعاناة التي مر بها في السنوات المنصرمة العجاف، واليوم يطمح لمستقبل قادم مستقر سياسيا ومدنيا. من بغداد رؤى الشمري، بلاد الفضائية. عضو اللجنة القانونية ومرشح ائتلاف النصر الصادق اللبان رجح أن تكون هناك أجندات مدعومة من جهات خارجية مشبوهة لإرجاع حزب البعث المحظور إلى العملية السياسية. اللبان خلال استضافته بنشرة أخبار بلادي دعا المواطنين إلى الحذر من الأسماء البعثية وعدم التصويت لهم. اللي لديهم انتماءات لحزب البعث سابقا وترشحوا إلى هذه الانتخابات، هؤلاء عليهم مؤشرات المساءلة والعدالة تستبعد من له درجة حزبية معينة، وإن كان في مثل موقع معين أمني سابق. أما بعض الأسماء التي دون هذه المواقع الحزبية فالمساءلة والعدالة من غير الممكن استبعادها، ولكن هذه الأسماء قد تكون لها نشاط ولها استمرارية وولاء لحزب البعث، كذلك مدعومة من جهات قد تكون مشبوهة، وهذه كما أظن ممكن أن تكون أجندة متبنات من جهات خارجية لإرجاع حزب البعث بطريقة أخرى. لذلك نحن نؤشر على وجود بعض الشخصيات التي من غير الممكن استبعادها بالمساءلة والعدالة لأن درجتها الحزبية دون الدرجة الممنوعة، ولكن نتمنى على الشارع العراقي أن يستبعد هذه الأسماء خاصة، وأن الولاء الوطني يجب أن يكون هو المعيار الحقيقي. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي تزادت حمى التسقيط السياسي بين المرشحين المتنافسين. أشكال وأساليب التسقيط اتسعت مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد انتشارها عبر بعض الجيوش الإلكترونية. للدعاية الانتخابية أشكال متعددة لا تخلو من مضامين المنافسة الشريفة والعادلة التي تضمن صراعا بطرح رؤى وأفكار مستقبلية تكون بمثابة أساليب إقناع تحث الناخبين على الاقتراع لصالحهم، لكن بعضا منهم اختار عكس تلك المنافسة مستخدما أساليب رخيصة لتسقيط الخصوم عبر اختلاق ملفات فساد يتهم فيها الخصم المستهدف، أو تتسع مساحة التسقيط السياسي لتكون على هيئة مواقع وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقودها جيوش إلكترونية. تأخذ هذه الجيوش على عاتقها التشهير لحين تكوين ردود أفعال غاضبة ولاذعة، فكل ذلك يحدث في العراق وقبل كل انتخابات. أوساط نيابية أكدت أن بعض الجهات السياسية أنفقت ملايين الدولارات لتأسيس جيوش إلكترونية تأخذ على عاتقها تسقيط الخصوم خلال الحملات الانتخابية. ويدعو مراقبون للشأن السياسي لضرورة الابتعاد عن خلط الأوراق في الانتخابات البرلمانية، وأن التسقيط السياسي أمر يرفضه المجتمع العراقي جملة وتفصيلا. ازدياد حمى التسقيط السياسي دفع بعض النواب إلى مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات باستخدام كل الوسائل الممكنة لمتابعة الصفحات الوهمية التي يقودها بعض المحسوبين على العملية السياسية واتخاذ أقصى العقوبات الممكنة بحقهم.
أما مفوضية الانتخابات فدعت من جانبها المرشحين المتضررين من جريمة التسقيط السياسي إلى تقديم أدلتهم لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق كل من يمارس ذلك التسقيط. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية تستمر ظاهرة التسقيط السياسي في ظل تصاعد الخلافات والاتهامات بين الكتل والائتلافات المشاركة في العملية السياسية، لكن يبدو أن التنافس بين بعض المرشحين غير خاضع للتقييس والسيطرة النوعية. عبدالله نوري، بلاد الفضائية. أكدت مفوضية الانتخابات أن المرشحين المستبعدين مؤخرا لا يمكن استبدالهم بمرشحين آخرين من قبل كتلهم، خاصة بعد انطلاق الحملات الدعائية. المتحدث باسم المفوضية حازم الرديني قال إن المفوضية باشرت بطباعة القوائم الخاصة بيوم الاقتراع. يأتي ذلك فيما أكدت المفوضية شمول 1,200,000 ناخب بالتصويت الخاص، مشيرة إلى أنه تم نشر 700 محطة انتخابية في الدول التي حددت لتصويت العراقيين في الخارج. أكد رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض غازي بدران عن استكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية في محافظة كركوك. بدران خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته المحافظة قال إن كركوك لها أهمية كبيرة لأنها تجمع مختلف المكونات. على مستوى الاستعداد اللي موجود في مكتب المحافظة، بالإضافة إلى الاستماع إلى طلبات وبعض الاستفسارات الخاصة من مكتب المحافظة، بالإضافة إلى موظفين المكتب، وجدنا أن المكتب على استعداد كامل لإجراء تلك الانتخابات في محافظة كركوك. محافظة كركوك لها أهمية كبيرة مثل ما أسلفت، بحكم أنها تمثل سيفساء المكونات الشعب العراقي، لها خصوصية سواء كان على المستوى الداخلي العراقي بالإضافة على المستوى الإقليمي والدولي. الانتخابات إن شاء الله ستجري في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018 وفق الأجهزة والمنظومة الإلكترونية التي سوف تستخدم في تلك الانتخابات. توقعت حركته تغيير أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني أكبر الخاسرين في حال جرت انتخابات نزيهة. القيادي في الحركة صابر إسماعيل اعتبر أن مواطني كردستان يفضلون قطع أصابعهم على التصويت للحزب الديمقراطي، بينا أن شعبية مسعود بارزاني وحزبه تراجعت بشكل سريع وكبير بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها كردستان. على الرغم من بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية، إلا أن الشارع الكردي انقسم بين رافض للمشاركة بالانتخابات ومؤيد لتغيير الوجوه والشخصيات السابقة. لم تبقى سوى أيام عن موعد الانتخابات، ويبدو أن جميع البرامج الانتخابية التي تقدمت بها الأحزاب لم تقنع الشارع الكردي ولم يتفاعل معها إطلاقا. الشارع الذي أصبح أكثر استياء من جميع الأحزاب بعدما كان ولاء الشعب لها منقطع النظير. بالنسبة لي لا أرى فائدة من الانتخابات، لأن الجميع من المرشحين هم من أحزاب سابقة وتم انتخابها، لكن دون فائدة. لا أتوقع أن الشعب الكردي سينتخب. أتوقع أن التغيير يبدأ من صندوق الاقتراع، وإذا نريد وننشد التغيير فعلينا بالانتخابات لنغير هذه الوجوه ونبعدها عن الحكم. الشعب الكردي منقسم حيال الانتخابات، فمنهم من يدعو إلى المقاطعة، ومنهم من يحث على ضرورة المشاركة من أجل التغيير وإنهاء حكم العوائل في كردستان التي تتلاعب بمقدرات الشعب منذ سنين ولم تقدم سوى الوعود الكاذبة. أؤمن بحظوظ النواب اللي يدخلون البرلمان من أجل قضيتنا، قضية الكردية أو حتى حقوقنا العراقية، لذلك أروح للانتخابات وأنتخب المرشح اللي ببالي والحزب اللي أنا أؤمن أنه يعمل. تغير ليس تغير شكلي بمعنى الكلمة، خلينا نقول على شكل واسع، ولكن الأحزاب الجديدة إلى الدور
وناس يؤمن به. احتراما لهم دائما إنسان ما يحب الشيء التكرار، ووجه التكرار ما مرغوب عند الناس. الأربع سنوات التي مضت وخلال دورة انتخابية كاملة قد ذاق الشعب الكردي مرارة العيش وضنك الحياة، فهو الآن لا يريد إعادة الفترة السابقة، بل يطمح إلى تغيير شامل لهذه الوجوه. لقناة بلاد الفضائية، سمير هادي، السليمانية. حذر المتحدث باسم محور شمال في الحشد الشعبي علي الحسيني من محاولات الجماعات الانفصالية لضرب أمن كركوك خلال الانتخابات المقبلة. الحسيني قال إن تهديدات الانفصاليين جاءت بعد عدم مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، بينا أن داعش ليس بمقدوره القيام بأعمال تؤثر على سير الانتخابات. قتل الرجل الثاني في داعش بقصف جوي عراقي استهدف مقرهم في سوريا. مصدر استخباري قال إن القوة الجوية العراقية وبالتنسيق مع الجانب السوري استهدفت اجتماعا لقادة داعش داخل الأراضي السورية، بينا أن القصف أسفر عن مقتل الرجل الثاني لداعش المدعو أبو لقمان السوري. هذا وكان المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أكد مقتل 36 إرهابيا في الضربة العراقية بسوريا التي نفذت قبل أيام. اختطف مسلحون مجهولون ضابطا في الشرطة برتبة نقيب وسط محافظة البصرة. مصدر أمني قال إن المسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركبة الضابط في منطقة الجنينة وسط المحافظة ثم اقتادوه إلى مكان مجهول، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية استنفرت للبحث عن الضابط والمسلحين. اي من الدرجه ممكن انا بدي الصفحه اثنين للثمين واحد جرب واحد هذا الفرع. اهالي قضاء الرميث في محافظه المثنى نظموا تظاهره احتجاجا على سوء الخدمات وسط مطالبات بحقوق هذا القضاء الفقير. رشحة تيار الإصلاح الوطني في ائتلاف النصر يسرى عبد الزهر الجبوري عبرت عن تضامنها مع مطالب المتظاهرين. كسر حاجز الصمت والتلويح بشمول التظاهرات لمناطق أخرى بالمثنى هو ما أجمع عليه أبناء قضاء الرميث في تظاهراتهم التي خرجوا فيها من أجل المطالبة بحقوق هذا القضاء المنسي. صرف صحي ماكو، تبليط ماكو، ما للمزارعين الموجودين الأراضي يبست وأصبحت ملحية هسه حاليا، ماكو ماي جيد ماكو ما يجينا، نقص خدمات بيه، أهله ما عندهم شغل، أهله ما عندهم عمل. إحنا نقول الشوارع محفرة، يعني وضع الرميثة هذا الموجود عندكم تشوفونه، ما خاف على الإعلام، ما خاف على العراقيين. الرميثة مصدر التاريخ، الرميثة مصدر ثورة العشرين. كل شيء هنا خارج نطاق الخدمة، فلا شوارع معبدة ولا خدمات تتناسب وحجم المؤشرات التي تؤكد بأن الرميثة هي من أفقر الأقضية في المحافظة. حالة الاستياء عمت من خرج وعبر عن معاناته المستمرة. الشوارع تشوفها بعينك والمجاري حدث بلا حرج، نقطي المطار غرقت الولاية وكأنما الرميثة هاي مو من داخل خارطة العراق، لا قائم مقام لا علاقة بها، لا محافظ لا علاقة بها، أحد لا علاقة بها. ولأنها من هذه المدينة المضحية عبرت مرشحة تيار الإصلاح الوطني في ائتلاف النصر يسرى عبد الزهر الجبوري عن تضامنها مع من خرج للتعبير عن همومه. أنا أضم صوتي مع المتظاهرين، وهذه المدينة منكوبة محرومة من كل شيء، من الشوارع لا منتزهات، من الناحية الصحية المدارس، من كل النواحي ما فيه، من الماء الكهرباء أي شيء بالرميثة يعني محروم مو مثل باقي المحافظات. أبناء قضاء الرميث خرجوا للمطالبة بحقوقهم التي غابت منذ سنوات طويلة، فالتوجه للتغيير من أهم ما أجمع عليه أبناء القضاء في التظاهرة التي ضمت مختلف الشرائح. من محافظة المثنى علي حداد، بلاد الفضائية.
بعد معاناة شاب من محافظة البصرة إثر إصابته بمرض ضمور العضلات لمدة عام إلى جانب ضعف حالته المعيشية، مديرية صحة المحافظة استجابت لعلاج المريض إثر مناشدات من قبل مرشح تيار الإصلاح الوطني في ائتلاف النصر توفيق الكعبي. علي شاب مقعد منذ أكثر من سنة، السبب إصابته بمرض ضمور الأعصاب الذي أعاقه عن الحركة. ضعف الحال جعله مقعدا طيلة هذه الفترة، كونه لا يملك ثمن 12 إبرة سعر الواحدة تجاوز 600 دولار. والله صار عندي احتلال الأعصاب المحيطية، فطحت كل شيء، ما أقدر تداوم، اتصاب كل شيء، لا أقدر أمشي، لا أقدر. هاي صار لي تقريبا سنة وكسور على الحالة هاي. العلاج قالوا والله بالنسبة لكتب الدكتور فما اشتريته، سعر تقريبا الإبرة 1,000,000 واحتاجت 12 إبرة. توجهنا إلى منزله الواقع في منطقة الشرش التابعة إلى قضاء القرنة في بداية الأمر، لكن لم نجد، فصورنا المنزل الذي كان يسكن فيه بالقرب من نهر تملأه النفايات، حيث التقينا أحد أصدقائه في المنطقة. كان هو بحوز الشعبي، فبالصيف صار عنده ألم، داوم 4 أشهر أو 3 أشهر، فصار عنده عجز بالشرايين بالأعصاب، فانحنى صار عجز كلي به، فملينا من الدكاترة قالوا خصصونا علاج، والعلاج غالي شوية. صديق الشاب علي توجه إلى رئيس الهيئة السياسية في تيار الإصلاح الوطني توفيق الكعبي، الذي بدوره أجرى اتصالا بمدير صحة البصرة، حيث تعاطف مع الحالة وأمر بإيجاد العلاج للمريض الذي عانى ما عاناه جراء مرضه. أنا متواصل مع الدكتور رياض لمرات عديدة، وآخرها وأعتقد هي ليست الأخيرة في هذه الحالة الإنسانية، اللي قمت أنا حقيقة بتقديم مبلغ مادي لتمشية أمورهم مرة أو أكثر، واستعنت بالدكتور حقيقة وأنقذ هذه العائلة، والآن هو راقد في المستشفى. اتصل علي السيد النائب يمكن كان في الليل أو، وقلت له إن شاء الله على هذه الأوبر تستخدم للحالات الالتهاب اللي يصير بالأعصاب المحيطية، واتصلت بقسم الصيدلة قلت له شوف لي هذه الأدوية موجودة في المؤسسات الصحية لو لا. وبعدين اتصلت عليه قال لي دكتور اصبر لي بس للصبح، الحقيقة الصبح قدر اتصل عليه قال لي دكتور دبرنا من أحد المستشفيات وسوينا له مناقلة وبلغنا الأخصائي مالته. مشكلة المريض علي حلت بعد استجابة دائرة صحة البصرة له، وتم توفير العلاج الباهظ الثمن إليه، لكن المشكلة أيضا ما زالت قائمة بالنسبة للكثير من الفقراء الذين يعانون ولا يملكون ثمن الدواء. خالد السلامة لقناة بلادي البصرة. النشرة مستمرة وفيها أبو جل بابا. لا لا أبو جل بابا، إيش عليك؟ إيش عليك يا بابا؟ إيش عليك؟ أحسن يا بابا. حفل زفاف في اليمن يتحول إلى مجزرة إثر قصف سعودي على قرية الراقة في حجة. الجيش السوري وصل ضرباته المركزة على تحصينات وأوكار الإرهابيين في الحجر الأسود جنوبي دمشق. ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة طيران التحالف السعودي التي استهدفت حفل زفاف في محافظة حجة إلى أكثر من 80 بين شهيد وجريح. وزارة الصحة اليمنية قالت إن من بين المصابين 30 طفلا معظمهم بحالات حرجة، مرجحة ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة شدة الإصابات، فيما حملت الأمم المتحدة مسؤولية تكرار جرائم التحالف ضد المدنيين. أبو جل بابا إيش عليك؟ إيش عليك يا بابا؟ إيش عليك؟ من بجل بابا؟ أحسن يا بابا. لعله يبغي عناقه الأخير.
أو ربما هي محاولة منه لنفض غبار الموت عن وجه أبيه. حتى وإن كانت لحظة وداع، فلا بنت شفة تقف أمام هذا المشهد الحزين. صور مؤلمة يهتز لها الضمير الإنساني، وترتجف أمامها الجبال. طفل يمني يحتضن والده الشهيد الذي قضى نحبه في جريمة من جرائم التحالف السعودي بقصفه حفل زفاف في مديرية بني قيس بحج اليمنية. فبعد دور العبادة والمستشفيات والمنازل، أماكن الفرح باتت هدفا للطيران السعودي. في حجة الأهازيج تحولت إلى صرخات استغاثة ونحيب، وروائح الفرح تحولت إلى رائحة الموت والدماء والأشلاء المقطعة. الموت وحده يخيم على هذا الموقف. رسالة القاتل إلى اليمنيين: ممنوع عليكم أن تظفروا بلحظة فرح وأن تتلاقوا لمسح دمعة حزن. عشرات الشهداء ومثلهم جرحى تعجز المستشفيات عن إنقاذهم، فحجم الفاجعة يفوق قدرة مستشفى المدينة. لا خيار سوى إعلان حالة الطوارئ الصحية ودعوة المواطنين إلى التبرع بالدم. مجزرة ستفوق أعداد ضحاياها المئات. رفض طفل يمني ترك يد والده الشهيد الذي قضى نحبه جراء الغارات التي نفذتها طائرات التحالف السعودي في حجة. ورصدت كاميرات الإعلام اليمني أحد الأطفال الذين نجوا من المجزرة وهو يرفض الابتعاد عن والده الذي استشهد في مجزرة حفل زفاف قرية الراقة، ويحاول التشبث به رافضا تركه في مشهد يؤكد ما تتعرض له الطفولة في اليمن من جرائم واعتداءات ينفذها التحالف. جددت رابطة علماء اليمن دعوتها للنفير العام والجهاد ردا على مجازر التحالف السعودي في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات في ظل صمت عربي ودولي. الرابطة شددت على ضرورة عدم التعذر والتخلف عن الجهاد لكل من يقدر على حمل السلاح في سبيل الله، فضلا عن الدعم بالأموال وبذل الغالي والرخيص في سبيل نصرة المستضعفين. فيما دانت القصف الذي طال حفل زفاف في مديرية بني قيس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن الذي أودى بحياة أكثر من 60 مدنيا. نفذ الجيش السوري ضربات مركزة على تحصينات وأوكار جماعات الإرهابية في الحجر الأسود بالغوطة الغربية في إطار العمليات العسكرية جنوبي دمشق. مصادر سوريا ذكرت أن الضربات استهدفت مركز قيادات الإرهابيين في الحجر الأسود وتحصيناتهم وخطوط تحركاتهم، وأوقعت خسائر كبيرة في العتاد والأفراد. وكانت قوات الجيش أحكم سيطرتها على حي الزين الفاصل بين حيي يلدا والحجر الأسود بعد مواجهات مع داعش الإرهابي. سلم الإرهابيون في القلمون الشرقي للجيش السوري كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، وذلك قبيل إخراجهم من ريف دمشق. وشملت الأسلحة التي سلمها الإرهابيون أكثر من 28 دبابة وعربات شيلجا ومركبة قتالية مدرعة BMB وأجهزة اتصال متطورة فرنسية وأمريكية وقواعد إطلاق صواريخ تاو ولاو ورشاشات متوسطة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من ذخائرها وعدد من قذائف RPG وقذائفها. مسرحية الكيميائي في سوريا انكشف عنها الغطاء مؤخرا بعد تحرير دوما. أصبحت الدول التي تزاحمت بتوجيه الاتهامات لدمشق اليوم تتسابق في الخروج من هذا المأزق. كاميرا بلادي رصدت الأنفاق والمشافي التي شهدت تمثيل فبركة الكيميائي بالمدينة.
لم يعد أهل دوما ولا غيرهم من السوريين يكترثون لكل القصص حول السلاح الكيماوي والاتهامات باستخدامه، فتلك قصص استنفذت أغراضها لمن أطلقها وأصبحت ممجوجة مملولة بلا أي مصداقية. هنا تحت هذا البناء في دوما وضمن هذا النفق الموصل إلى أحد مشافي المسلحين كانت الحلقة الأخيرة فيما سمي مسرحية الكيماوي، والتي شاركت فيها كاميرات مأجورة وأطفال لا يدرون لماذا جاء بهم إلى هنا ولماذا يتعرضون لهذا الحمام البارد. لكن الطبيب مالك النجار العامل في هذه المشفى منذ سنوات والذي شهد الواقعة يروي لنا الحقيقة. الأطفال بشكل خاص إنه بيكون عندهم يعني قابلة لأنه يصير عندهم هجمات ربو أكثر من الكبار. فاللي صار هو إنه أطفال صار عندهم بسبب الدخان، الغبار، رطوبة الأقبية، رائحة يعني الحرب بشكل عام، الروائح اللي صارت سببت عندهم هجمات ربو حادة. طلع إشاعات إنه صار ضرب كيماوي. كلمة صار ضرب كيماوي هي بحد ذاتها مرعبة للناس، يعني هو هذا المدني ما عنده ثقافة طبية أو ثقافة صحية ليقدر يميز بين الكيماوي وبين الربو وبين هذا، تمام؟ فهو وقت يشوف ابنه قدامه داء نفسه ما عاد يفكر انه هو داء نفسه بسبب الكيماوي ولا بسبب نوبة الربو ولا بسبب الغبرة ولا بسبب الردم. وضمن حالات ضمن الإسعاف ما بنقدر نضبط كل المواضيع، يعني نحن انا بكون بهتم بالمريض وبهتم بالجريح، ما بهتم اذا في شخص عم يصورني او عم يصور فلان او عم يصور الثاني، مشان هيك موضوع. يعني نحن بعد ما صار والله طلع مقاطع فيديو انه تصورت الكيماوي ضمن المشفى. قد تفهم حجم حاجة المسلحين إلى الكذب والتهويل عندما ترى حجم البنية التحتية التي أنجزوها خلال 7 سنوات والتي أرادوا الحفاظ عليها بأي طريقة، أنفاق تحتاج إلى إمكانات دول لإنجازها، استعبد الناس لحفرها سواء من أهل دوما المحتاجين أو المخطوفين والأسرى المجبرين، ومصانع لإنتاج السلاح بخطوط متكاملة تصنع كل أدوات الموت وبدعم خارجي واضح. لكن كل هذا البأس تحول إلى يأس وهزيمة، فلم تستطع كل هذه الحصون والأنفاق والعتاد الثقيل ومصانع السلاح أن تصمد على أعمدة من الظلم والكذب والإرهاب. من أغرب الأشياء التي تركها المسلحون خلفهم هنا في مدينة دوما هي هذه الأنفاق الطويلة جدا والواسعة والمتفرعة إلى عدة فروع، طبعا يمكن من خلالها عبور الآليات والسيارات أيضا. الآن هي تحت سيطرة الجيش السوري الذي يعمل على الاستفادة منها بشكل أو بآخر. رحل سكان الكهوف والأنفاق من دوما وبدأ شعاع النور يلتهم كل ما حوله من ظلام، وعادت الحياة لتحبو من جديد في شوارع المدينة التي تحاول قطع كل ما يربطها ب7 سنوات عجاف. سامر زرقة، بلاد الفضائية، دوما، الغوطة الشرقية. قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعدم فعالية مجلس الأمن الدولي إزاء الأزمة السورية. غوتيريش أكد أن مجلس الأمن لا يعكس الآن توازن القوى في العالم ولا يتفق مع الوضع الراهن لوجود مشاكل هيكلية فيه، معترفا بعجز الأمم المتحدة عن حل المشكلات في سوريا. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على شمالي قطاع غزة. مراسل بلادي قال أن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف صاروخية على مزارع في منطقة الشيماء ببلدة بيت لاهية شمال القطاع، فيما أشار إلى توغل 4 جرافات للاحتلال في المنطقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية. مصدر فلسطيني أوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا بينهم أطفال في القدس والضفة الغربية. وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مكثفة من قبل شرطة الاحتلال. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية الفلسطينية منال الجعبري في أثناء مهمة صحفية في البلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة. توعدت المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة اغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا على يد الاحتلال الإسرائيلي. القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد أن الكيان الإسرائيلي
يتحمل مسؤولية هذه الجريمة وسيدفع الثمن عاجلا أم آجلا؟ نحن ننظر بخطورة إلى هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق العالم الفلسطيني الكبير فادي البطش، ونحمله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونقول إن هذه الجريمة لن تمر دون حساب، وأن فاتورة الحساب مفتوحة مع هذا الاحتلال الصهيوني. يعني نحن نوجه تحية، كل التحية للمقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي تتوحد في الخندق، ونحن نقول لهذا المحتل إنه أوهن من بيت العنكبوت. اليوم تتعانق المقاومتان، المقاومة في فلسطين، المقاومة في لبنان، المقاومة في طهران، في كل أماكن تواجدها لتكسر شوكة هذا الاحتلال. وبالتالي هذه التصريحات تدلل على صعود تيار المقاومة، وفي المقابل هبوط وانكسار الاحتلال الصهيوني. نفى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاتهامات الموجهة للموساد بتدبير اغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش في كوالالمبور، وأعلن أن سلطات الاحتلال لن تسمح بنقل جثمان البطش من ماليزيا لدفنه في قطاع غزة. كما هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس إذا نفذت الأخيرة عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج. الشرطة الماليزية من جهتها أعلنت استمرارها في التحقيق بملابسات اغتيال الباحث الفلسطيني محمد فادي البطش، وأضافت أن اغتيال البطش تم بحرفية كبيرة تحول دون العثور على أدلة تقود إلى المسؤول المباشر عنها. حقيقة في المسألة، ومن السابق لأوانه أن نستنتج في الوقت الحالي ما الذي حدث، ولكن التحقيق الشامل مستمر في الوقت الراهن، ليس لدينا الكثير من التفاصيل. البطش كانت له أنشطة في مؤسسات المجتمع المدني، وعمل أستاذا جامعيا في مجال الكهرباء في ماليزيا والخارج، وكان يعقد محادثات حول فلسطين والعديد من القضايا الأخرى، ليس فقط هنا ولكن أيضا في أوروبا والشرق الأوسط. نظم حزب الله مهرجانا جماهيريا حاشدا في مدينة صور جنوب لبنان، وذلك ضمن التعذيرات للانتخابات النيابية المقبلة، فيما أكد المشاركون في المهرجان دعمهم وتأييدهم للمقاومة الإسلامية وخطها في الميدان والسياسة. مدينة صور جنوب لبنان كانت على موعد مع لقاء السيد حسن نصر الله الذي أطل خلال المهرجان الانتخابي الذي نظمه حزب الله، حيث توافد عشرات الآلاف لتجديد العهد والبيعة والتأكيد على خيار المقاومة في هذه المحطة المفصلية. اليوم مشهد عظيم للوحدة بين أهل الجسد الواحد. السيد حسن عندما يقود المقاومة ويؤازره دولة الرئيس بالريف، هذا يعني وحدة غير عادية بين أطراف المنطقة التي تقود المقاومة في جنوب لبنان ضد العدو الصهيوني. لذلك نقول الصوت لكم، ولا نفرط بهذا الصوت، وندعو الجميع إلى أن يكونوا كما تحب يا سيد المقاومة، ونحن في الساحة لا نتركها أبدا لغيرنا، لأن ترك الساحة للغير يعني خذلان للدماء التي أريقت في سبيل الانتصار وفي سبيل حفظ ما قمنا ببذله من جهود لتحرير هذه الأرض. المقاومون دائما حاضرون سواء بالصوت أو بدعم المقاومة أو بالمقاومة المباشرة للعدو الصهيوني. سيل بشري رسم قاعدة الصمود بوحدة قراره، واثقا بخياراته. كلنا يد واحدة وكلنا مجتمعين، ونحن مع المقاومة وفدا المقاومة من هلا ليوم الساعة. نحن دائما على الخط وأوفياء لهذا النهج، إن شاء الله مستمرين نحو مزيد من الانتصارات والتوفيق إن شاء الله والمشاركة الفعلي. أطل السيد نصر الله بوعد حفظ الدماء وكل التضحيات. المقاومة ضمانة وطنية التي لا يمكن أن يتخلى شعبها عنها على الإطلاق، فمقاومتنا ليست للبيع، قالها السيد نصر الله، وهي تعني وجودنا وعزتنا وكرامتنا، وهي الأمل والوفاء التي ستلاقيها صناديق الاقتراع. اليمين ضد حملة المقاومة، هؤلاء كل عمرهم معروفين أنه عملاء لأمريكا ولإسرائيل وضد الشعب الفقير. فنحن من كلمة السيد حسن منقول
هيدا السلاح دافعين حقه دم نحن، ما بالهين انه نتركه ولا بنتركه يعني. للمقاومة لمين بنصوت؟ بالدم وبالروح وبكل شيء بنصوت للمقاومة. أكيد نحن بنعطي صوتنا للسيد يعني طبعا إجباري، وبعدين بنقول إنه هو سماحة العشاء وهو سماحة الحامي للدماء، وأكيد نحن ما بنتركه، وبالنهاية شو ما بدهم يعملوا يعملوا يعني، صوت الحق بالنهاية بده يبين، ومنأيده بالدم وفاء للشهداء طبعا. بهذا الحشد الجماهيري جدد أهالي الجنوب اللبناني وفاءهم للمقاومة وسيدها، وفاء تعمد بالتضحيات ودماء الشهداء ليرسم مشهد التحرير والنصر ويكمل طريقه في مختلف ساحات المواجهة. ترقب خارجي ورهان داخلي، أسبوعان يفصلان البلد عن رسم خارطة التوازنات الجديدة ليوضح هذا المشهد الجماهيري المنتشر على كامل مساحة الوطن حجم الدعم والتأييد للمقاومة وخطها، ومعه تتغير المعادلات. من مدينة سور جنوب لبنان، حسين عياد، قناة بلادي. اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون على مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق النووي الإيراني. المركز الصحفي للكرملين قال إن بوتين وماكرون شددا على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة العمل الشامل المشترك حول البرنامج النووي الإيراني والتي تعد عاملا هاما لضمان الأمن الدولي. وكان ماكرون أكد أنه ليس لديه خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران، دعي واشنطن إلى أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل. ختاما تذكير بالعناوين. الدكتور إبراهيم جعفري يدعو الأمم المتحدة للإسهام بضمان سير العملية الانتخابية دون خروق، ويشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات. مرشحو التيار الإصلاح الوطني يواصلون جولتهم الميدانية، والأهالي يعبرون عن تأييدهم لبرنامجهم الانتخابي. الكشف عن ضغوط تمارس على هيئة المساءلة والعدالة لإدخال عشرات البعثيين في السباق الانتخابي. المثنى قضاء الرميثة يشكو الإهمال ويعاني سوء الخدمات وسط مطالبات بضرورة إنهاء معاناة مواطنين. حفل زفاف في اليمن يتحول إلى مجزرة إثر قصف سعودي على قرية الراقة في حج. والجيش السوري واصل ضرباته المركزة على تحصينات وأوكار الإرهابيين في الحجر الأسود جنوب دمشق. انطلاقا من مسؤولية مؤسسة الجعفري للمدارس النموذجية في إيجاد مستقبل واعد لأبنائنا واستمرار الارتقاء بهم علميا، بشرى سارة لطلبتنا الأعزاء في محافظة ذي قار تعلن مدرسة الإمام علي عليه السلام الأهلية عن إقامة دورات تقوية مجانية لطلاب الصف السادس العلمي ابتداء من 1/7 ولغاية 15 من الشهر 9 عام 2018، وبإشراف مجموعة من الأساتذة الأكفاء وبخبرات متميزة في إقامة دورات التقوية واستيعاب الأعداد الكبيرة لطلبتنا الأحبة. يبدأ التسجيل من الآن لنهاية الشهر السادس، علما أن الدورة ستكون في قاعات مكيفة وستكون مقسمة صباحا للإناث ومساء للذكور، وللمواد التالية: الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء والكيمياء والأحياء. والاستفسار يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 07822843199 و07830909655 و07814645216، أو مراجعة مكتب تيار الإصلاح الوطني في ذي قار. هدفنا نجاحكم. انطلاقا من مسؤولية مؤسسة الجعفري للمدارس النموذجية
في إيجاد مستقبل واعد لأبنائنا واستمرار الارتقاء بهم علميا. بشرى سارة لطلبتنا الأعزاء. في محافظة ميسان تعلن مدرسة الإمام الحسن عليه السلام الأهلية عن إقامة دورات تقوية مجانية لطلاب الصف السادس العلمي ابتداء من 1/7 ولغاية 15 من الشهر التاسع عام 2018، وبإشراف مجموعة من الأساتذة الأكفاء وبخبرات متميزة في إقامة دورات التقوية واستيعاب الأعداد الكبيرة لطلبتنا الأحبة. يبدأ التسجيل من الآن لنهاية الشهر السادس، علما أن الدورة ستكون في قاعات مكيفة وستكون مقسمة صباحا للإناث ومساء للذكور، وللمواد التالية: الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء والكيمياء والأحياء. والاستفسار يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 0772921751 و 0770909794 و 0770555-51227 أو مراجعة مكتب تيار الإصلاح الوطني في ميسان. هدفنا نجاحكم. حين تدافعت نحونا قوى الظلام واحتاج الوطن أبناءه، هناك من دفع روحه ثمنا ليبقى اسم العراق ولكي يخلد التاريخ ذكره. أكمل مسيرتهم، صوتك تذكير بعطائهم وتقديرا لتضحياتهم. انتخب الأصلح. ائتلاف النصر 158. أهلا بكم. مرشح تيار الإصلاح لمجلس النواب هيثم علي كاظم الطرفي عن محافظة بغداد، المرشح من مواليد 67 و900 في العاصمة بغداد حي بغداد الجديدة، ويحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية. يعمل المرشح هيثم الطرفي في المجلس المحلي لمنطقة بغداد الجديدة منذ 14 عاما، وشغل عدة مسؤوليات للجنة الأمنية ولجنة الطاقة ولجنة الهجرة والمهجرين في قاطع 9 نيسان للمنطقة ذاتها، فيما تسنم رئاسة المجلس لفترة أيضا. شارك مرشح تيار الإصلاح هيثم الطرفي بعدد من دورات التنمية البشرية، أبرزها دورة التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الإلكترونية والمدافعة عن الحقوق ودورة تأهيل القادة، فضلا عن دورات أخرى. يتمتع المرشح بحضور فاعل في مختلف الأنشطة والفعاليات والمحافل المجتمعية على الصعيدين المدني والعشائري، فضلا عن تواصله مع النخب عن طريقة إقامة الندوات المتنوعة باستمرار. ويحدد المرشح أهدافه الانتخابية التي يسعى لتحقيقها إذا ما تسنم موقعا نيابيا، باستثمار خبرته العملية في إصلاح الواقع الخدمي الذي تعاني منه العاصمة، كإصلاح منظومة التقسيمات الإدارية للعاصمة في الأقضية والنواحي وقانون العاصمة، فضلا عن المساهمة الفاعلة في تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه القائمة بجميع مفرداته. يذكر أن المرشح